ليش الإمام الحسين قام بنهضته؟ مساجد مليانة بالناس، الحج مفتوح لكل من يستطيع إليه سبيلا، الخليفة يحكم باسم رسول الله، اسم الله واسم رسوله في كل مكان، الدولة مزدهرة، الناس يعيشون في بحبوحة من العيش، الجماعة دولة مو محتلة وإنما هي تحتل البلاد الأخرى وتغزو البلاد الأخرى، وضع المادي للناس زين، مساجد وضعها زين، ازدحام موجود، شنو اللي سبب أن الحسين يقوم بنهضته؟ قلت كل هذا كان موجود إلا الروح ما كانت موجودة، الصلاة كانت ضد الصلاة، الصلاة لم تكن تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا فرق بين صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر إن أقيمت لله أو للصنم، ماكو فرق. الصوم ما كان يؤدي إلى التقوى، لعلكم تتقون، ماكو في الصوم. الصلوات صلوات الجماعة للزينة الحاكم، الحج للزينة الحكام، الروح ما كانت موجودة، أكو توسعة في الجغرافيا، استقلص في الروح. أعاد الحسين الصلاة إلى الصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة، مع أن جماعة عمر بن سعد صلوا ب30,000 والحسين بأقل من 100، الروح ما كانت موجودة. فقضية الإمام الحسين إعادة الروح لهذا الدين، وإعادة الحقيقة إلى الحقيقة، مو مظهر الحقيقة. الحاكم يحكم باسم رسول الله لكنه يقتل النفس المحترمة ويغتصب الأموال والرجال والنساء وكل شيء يسوي، مو مهم، ما دام هو حاكم جالس على الكرسي فهو يستطيع أن يفعل ما يريد، كما فعل يزيد بن معاوية لعنة الله تعالى عليه بأهل بيته.